خلينا ننتقل لهذا الخبر واللي جدا مهم. واختتمت أمس أعمال مؤتمر الجبيل للحماية من التآكل والذي تنظمه الجمعية الوطنية لمهندسي التآكل في الجبيل الصناعية بالتعاون مع الهيئة الملكية بالجبيل وشركة سابك، وذلك بهدف الحد من الخسائر الناتجة من التآكل في القطاع الصناعي. تفاصيل أكثر على هذا المؤتمر. ضمن أهدافه الأساسية في المؤتمر هي جمع الخبراء والقادة تحت مظلة واحدة، بحيث أن نجمع جميع الفنيين والمهندسين والخبراء في منطقة الجبيل الصناعية لمناقشة الأوراق العلمية والمواضيع، وطرح أيضا جميع ما لديهم من أسئلة. تحديات لدينا هنا في الجبيل الصناعية، دائما مشاكلنا في الصناعة عن الأصول وسلامة الأصول وسلامة العنصر البشري في المصانع. المؤتمر سيناقش عدة محاور، منها 8 محاور كلها تتعلق في إدارة التآكل، في إدارة المياه الصناعية، في إدارة الحماية وأنواعها من تكنولوجي، وأيضا التحديات اللي صايرة من سبب التآكل والعناصر عندنا في الجبيل. ما شاء الله المؤتمر اليوم يعني محتضن 44 مشاركة من شركاء ومن شركات يعملون في نفس الوسط. عندنا تقريبا 54 رسالة علمية راح برضو تشارك وتدخل في محاور نقاش وجلسات. الهدف من المؤتمر جمع تلك الدراسات، جمع الجهات، توحيد التوجهات لانطلاقة ثابتة ورؤية واضحة إن شاء الله. الهدف الأساسي هو توحيد التوجهات، بدل ما تكون عندنا جهات متعددة، جهات خلينا نقول اللي هم يسموها السبونسرينج للدراسة، محتكرات للدراسات، مشاركة هذه الدراسات مع الجميع.